مثبت طرفاه عند اعلى نقطه ايه من مستوى مايل املس يمين على الافق بزاويه 1000. اذا تركت الاسطوانه لتتدحرج على المستوى المايل، تدحرج كل اللي عليكم تدحرج، اي حاجه فيها انزلاق مش عليك، مالكش دعوه، كل اللي عليك تدحرج. انا قلت، انا ما قلتش هو تدحرج اللي عليك. اذا تركت الاسطوانه لتتدحرج على المستوى المايل، اوجد عجله الاسطوانه والشد في الخيط. اوجد عجله الاسطوانه والشد في الخيط. بما ان مطلوب عجله وقوه، خلاص سلام. وانت مغمض تروح راسم المساله مرتين، ولما تيجي تجاوب السؤال ده والسؤال اللي فات، انت مثلا الكراسه قدامك كده صفحه وقبالها صفحه، ما تقعدش تجاوب لي هنا وكل شويه تقعد تقلب في الورق. الاثنين قصاد بعض يعني عينيك حتى مش هتتلخبط. ماشي يا شباب؟ ارسم شكلين. في هنا الاسطوانه ديت ملفوف عليها خيط، والخيط ده مربوط هنا، يعني هنا مربوط في خيط.